إذن لما كل هذا التوتر حول زيارة بيلوسي إلى تايوان؟ وما مستوى التأهب من كافة الأطراف أمريكا الصين وأيضا تايوان بسبب هذه الزيارة غوة؟ دعنا نتابع ونجيب على هذا السؤال الأهم ربما حمود ومشاهدينا. إذن التوتر الصيني بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان سببه واضح ولعل الإجابة في التاريخ. فتايوان والصين كانتا دولة واحدة سابقا تدعى جمهورية الصين الموحدة، لكنهما انفصلا في حرب أهلية وقعت عام 1945، ومنذ ذلك الوقت تخطط الصين لإسقاط الحكومة في تايوان والتي تعتبرها فاسدة ومنقلبة وخائنة، ولكن هذه الحكومة التايوانية لطالما حظيت بدعم من الولايات المتحدة. تايوان مشاهدين لها أهمية اقتصادية كبيرة وأهمية جيوسياسية أيضا بالنسبة للصين، والعودة للانطواء تحت السيادة الصينية يعني مزيدا من الازدهار والقوة للأخيرة. وبما أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، فهي تعتبر دخول نانسي بيلوسي لتايوان انتهاكا صارخا للسيادة الصينية. وفيما يتعلق بالتوتر السياسي والذي ترجم تحركا عسكريا على الأرض، فقبيل وصول بيلوسي حركت الصين حاملات طائرات نحو جنوب تايوان، ومن جهتها حركت أمريكا حاملات طائراتها الH-A7 ودعمتها بعشرين مقاتلة أمريكية F-35، وتبعتها أيضا بحاملة الطائرات الأخرى CVN-77 ومدعمة بتسعين طائرة مقاتلة. وحركت الصين بدورها أيضا قوات برية باتجاه تايوان من خلال مقاطعة فوجيان الصينية، وهذه القوارب مشاهدين هي عبارة عن قوارب وأنظمة دفاع جوي ومدرعات ودبابات ومركبات برمائية. وفي آخر التطورات أيضا أعلن الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية لتايوان، وتايوان بدورها أرسلت قوات للرد على هذه التهديدات.